ايه اللي بيميزك يا دكتور؟ يعني انت فجأة الناس كلها شافتك ونورت. مش فجأة. كانت بطريقتك، خليني اقول لك طريقتك، ويا ريت تجيبوا لي فيديو من الفيديوهات مع البنت السودانية مثلا. طريقتك ومودتك وابتسامتك و الله يكرمك. اولا انا شاكر على المجاملة اللطيفة ديت، بس انا مش هعمل عملية كبيرة لحد بالابتسامة والمودة. لا الطمأنة. يعني انت واثق في نفسك قوي. ده جزء مهم ان احنا ازاي كبني ادمين ازاي نعامل بعض. لكن العمليات الخطيره ديت تحتاج هتسمح لي اتفضل ادوني صوت يا شباب. ماشي. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر زي الفل الله اكبر زي الفل الله اكبر الحمد لله سلامه الله يسلمك مناس زي الفل امورك كويسه جدا حالك ان شاء الله العمليه ناجحه زي الفل زي الفل الله اكبر الله اكبر بتقف ستريت ان شاء الله يا احمد انا بتكلم مع الدكتور يا دكتور نعم ايناس العمليه 100% الحمد لله الحمد لله رب العالمين احمد اطلع خلي احمد اخوي خلي المكالمه الجماعيه العمليه مع الدكتور اسمع كلام الدكتور يا استاذ احمد هلو يا هلا يا دكتور كيف حالك الحمد لله على سلامه ايناس زي الفل الحمد لله خير جدا الحمد لله يا عم انا خايف الناس تقوم ابوها ينام مكانها يا عم اهدى بقى خلاص الدنيا بقت كويسه الحمد لله دكتور ربنا يشوفك يا ابني ان شاء الله ان شاء الله وانا لا تقف كده ربنا يحفظك يا رب الف الحمد لله على السلامه هدي اعصابك بقى اول ما اشوف بتعيط لما انت كنت عامله فيها قويه وبتاع وسامع رجاله وبتاع ها لا لا ان شاء الله ان شاء الله الجراحين بيبقوا خارجين جري من الإجهاد والتعب ودي كانت عملية صعبة جدا تحدب ده كامل ده دي بقى اللحظة اللي أنا بستناها يعني بالحملات الكبيرة ديت لأن احنا قبل اللحظة ديت ما بيبقاش بقى فيه الروح دي خالص بيبقى فيه توتر طبعا زي ما كنت بقول لسعادتك دلوقتي احنا محتاج التعاملات الإنسانية ديت حقوق علينا على بعض يعني اهي صورة البنت قبل لكن عشان اعمل عملية دي مش هتيجي لا بالكلام الكويس ولا هتيجي بالابتسامة ولا هتيجي هتيجي بالشغل الشغل ده هو ما بيجيش في يوم اولا ده توفيق من ربنا وكرم دي بعد العملية دي بعد العملية يعني. بعد العملية انا ما كنتش مصدق انها هتوصلوا بعودها وتقف ولا انا كنت مصدق انت كمان ما كنتش مصدق لان الناس حالة نادرة جدا النادر فيها ان دلوقتي كل الناس اللي عندها تحدب التحدب ده حاجة شائعة جدا سواء اعوجاج او تحدب ده وراثي ولا في جزء وراثي وفي جزء الطفل بيبقى طبيعي ويبدأ يجيله بس مهما كان الطفل محدب يعني ممكن معرفش ان الاعداد عندهم حاجات كتيرة موجودة بس مهما يكون محدب بيبقى واقف صلب طوله لكن انه يبقى الناس النادر كدا. فيها ان هي زي ما سعادتك شايفها كده موطية لحد الارض ده نادر جدا يعني فلما يبقى حاجه نادره يعني لان انا بجراح عمود فقري ما بعملش حاجه في حياتي غير جراحات العمود الفقري وبقول لك ان دي حاله نادره من نوعها يعني لاول مره انا كنت اعملها انك وقتها. تشوف حاله بالشكل ده فان انا اعمل لها كذا وتطلع منتصبه يعني انا فكرت وخططت وعملت وبتوفيق من ربنا قبل كل شيء لكن ما انتش متاكد لان اللي بتبقى متاكد منه ان الحالات اللي هي حسابيه يعني هنعمل كذا هتطلع بكذا لكن لما تبقى الحاله نادره جدا كده اصل هنا المشكله بس مش في الفقرات المشكله في الاعصاب المعضله الحساب ما هي الاعصاب دي معانا في كل الحاجات فهو القصه وبرده اللي احنا كنا عايزين بنقوله ده ان الموضوع ده جه على مدار 20 سنه يعني 20 سنه انا بفكر بس في الحته دي بشتغل بس في الحته دي بقوم الصبح بشوف عيانين خاصة بالحتة دي بقى حياتك بقت حياتي الحتة حياتك دي. حياتي الحتة نام تحلم بيها وهو ده التخصص وهو ده اللي احنا محتاجينه لان انت عايز تدي المريض افضل ما تستطيع وهقولها لك تاني يعني هو افضل ما تستطيع مش هاخده بالابتسامة ما هنقعد مع بعض نبتسم لبعض وبعدين نروح اوضة العمليات تخرجني متشال انا اعمل ايه فانت كده ما يعني ما استفدتش ما خدتش حاجة. مش عايز الابتسامة كشر بس قومني بالظبط فالقصة ان احنا ديت بتحتاج لعمل وتوتر وتوفيق من ربنا قبل كل شيء لان فعلا
يعني والله يعني ساعات الواحد احنا بنبذل مجهود وبنقعد بالاسباب، لكن في قبل كل شيء احنا بنقول ربنا يستر يعني. طبعا يعني. طيب خليني دكتور انا عايز ادخل شويه في هذا العالم. طبعا. عالم الم العمود الفقري ازاي بيتدهور؟ احنا بنعمل في حياتنا ايه؟ احنا في مصر عندنا نسب كبيره، احنا بنتعامل مع ظهرنا غلط. يعني اولا ده سؤال كريم جدا من سعادتك، لان دي مشكله الدنيا كلها مش في مصر. يعني لو احنا بنتكلم ايه اللي بيتدهور ازاي، على حسب ايه اللي بيتدهور. لو انت بتتكلم على الام العمود الفقري، فالام العمود الفقري دي حاجه شائعه جدا، بتصيب من كل 10 8 افراد على مدار حياتهم. يعني 80% على الاقل يجي لهم فتره يجي لهم الام الظهر، ولكن دي بتبقى حاجات بسيطه ودي ما هياش مشكله. وبعدين الام الظهر ده هي في الكبار، لان امراض العمود الفقري اللي بتاعت الاطفال حاجه وبتاعت الكبار حاجه ثانيه. يعني الشائع في الكبار ده ان يجي لهم انزلاق غضروفي، والانزلاق الغضروفي ده ممكن يجي للي قاعد على المكتب واللي بيشيل واللي بيحط واللي بيبذل مجهود واللي بيقعد يجي لاي حد حتى اللي حتى الناس المثاليه الرياضيه بتاع ممكن يجي لهم. ممكن يجي لهم. وفي امراض بتجينا لما نكبر شويه اللي هي ضيق القناه العصبيه، اللي تخلينا لما نيجي نمشي شويه ما نقدرش نكمل ماشي فنقف وبتاع. ده امراض خاصه بالكبار. والتدهور بتاعها تدريجي، الا الانزلاق الغضروفي قد يجي فجاه. لكن امراض الاطفال بقى حاجه مختلفه تماما. امراض الاطفال الشائع فيها مش الانزلاقات الغضروفيه بقى، ولكن التشوهات. والتشوهات ده هي قد تكون لا اما اعوجاج لا اما تكون تحدب. واعوجاج او ورطه او حادثه. لسه هقول لك بقى اهو. في جزء خاص بالحوادث، وده برضو يصيب الكبار اكتر من الاطفال. قد يصيب الاطفال اي حد يعمل حادثه، لكن الحوادث اكتر في الناس الكبار. لكن الاطفال يصيبهم التشوهات. التشوهات ده هي ممكن تبقى نتيجه مساله منذ الولاده. يعني احيانا واحده بتعمل سونار على الحمل بتاعها، تعرف ان السونار دلوقتي اصبح متقدم جدا، يجيب لك ان فيه تشوه في العمود الفقري من قبل الطفل ما يتولد. فاصبح ده عنده فقره غير مكتمله النمو او نصف فقره او اي حاجه، دي بتبدا تتطور مع النمو. النمو ما بيحصلش تدخل في حاله الحمل. النمو لا، في حاله الحمل لا. النمو عدو التشوه، فاللي بيتولد ده بنفضل نتابعه علشان نشوف ايه التطور اللي بيحصل فيه. لكن احيانا والشائع جدا ان 90% من الاطفال يبقى ماشي طبيعي وكويس لحد سن 10 سنين، ما عندوش اي حاجه. طفل طبيعي. وبعدين قيس فجأة تبص تلاقي بدأ يحصل اعوجاج في العمود الفقري. وده المهم جدا. وبرضه يعني ما بنوجه رسالة، لأن زي ما أقول لك الناس أنت ما شفتش ده؟ يقول لك لا ما شفتوش. ليه ما شافوش؟ لأن العين بتشوف بس الحاجة اللي هي تعرفها. لو أنت ما أنتش عارف أنت بتبص على إيه، يعني في ناس تبقى عند الولد تشوه كبير يعني يقول لك لا أنا ما خدتش بالي، أنا ما شفتوش، ده لسه كان في المصيف الصيف اللي فات وكان لابس المايوه مش باين زي الفل، سواء ولد أو بنت ما كانش باين حاجة.